السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دفعة أولى، هناخد سيكشن النهاردة الخاص بموديول الكارديو فاسكولار. هناخد بارازايت اسمها تريبانسوما كروزي. طبعا خدنا في موديول البلد كان عندنا التريبانسوما اللي هي جزء من أجزاء الهيموفلاجيليت. قلنا الهيموفلاجيليت كانت عبارة عن إيه؟ كانت عبارة عن الليشمانيا والإيه والتريبانوزوما. تريبانوزوما نوعين، نوع خدناه المرة اللي فاتت اللي هو الأفريكان أو التريبانسوما بروساي اللي هي بتعمل لي السليب سيكنس، وكانت بتنقلها الدبانة اللي هي اسمها جلوساينا أو زي ما بنقول سي سي فلاي. لكن في الكارديو فاسكولار موديول احنا ناخد تريبانسوما تاني، مش أفريكان بقى، لا أمريكان، اسمها تريبانسوما كروزي. تمام. تريبانسوما كروزي ديت واحد او عالم اكتشفها اسمه كارلوس شجاز. كارلوس شجاز ده كان بيعمل ابحاث عن الملاريا، واكتشف بارازايت في دم بتاع قرد في البرازيل. بعد شويه لقاها بارازايت اسمها الترياتوما باج، نوع من انواع البق. تمام. بعد كده في طفل كان مريض وعمل تحليل دم، لقى نفس البارازايت اللي اكتشفها في القرد هي في دم الطفل دون، طفل برازيل. تمام. وراح جاي مسمين الديزيز اللي اكتشفه عم كارلوس شجاز، راحوا جايين مسمينه باسمه شجاز ديزيز. طيب تريبانسوما كروزي ديت كارلوس شجاز لما اكتشف البارازايت راح جاي مسميها باسم المعلم بتاعه اللي هو اسمه أوزوالدو كروز. تمام. أوزوالدو كروز ده هو المعلم بتاع كارلوس شجاز. يبقى اللي اكتشفها كارلوس شجاز، فالمرض تسمى شجاز ديزيز، لكن البارازايت ذات نفسها اسمها تريبانوسوما كروزي. تمام. تريبانوسوما كروزي او الامريكان تريبانوسوما او المونومورفيك تريبانوسوما. ليه هي مونومورفيك؟ عشان بتبقى موجودة في البلاد عندي بالشكل التريبوماستيجود اللي هو اللونج سلندر، مش زي الافريكان تريبانوسوما اللي هي كانت بليومورفيك، كان في لونج سلندر وكان في انترميديت وكان في ايه وكان في شورت ستامب. اي هيموفلاجيليتس كانت موجودة في شكل قصدي في شكلين او اكتر من الايه الاشكال اللي قدامي. كنا قلنا الشكل الاوفال اور راوند اللي عنده سنجل نيوكليوس وعنده كاينيتوبلاست وعنده جزء الفلاجيلا اللي ماشي جوه السيتوبلازم اللي بنسميه الاكزونين وما عندوش فري فلاجيلا كنا بنسميه ماستيجوت. ايه يعني نو ماستيجوت؟ يعني فري فلاجيلا، يعني الشكل اللي ما عندوش فري فلاجيلا. بعد كده ثلاث اشكال سبندل شيب عندهم سنجل سنتر نيوكليوس بس التسميه بتاعتهم مختلفه. تمام. في برو ماستيجوت وفي ايبي ماستيجوت وفي تريبو ماستيجوت. الكاينيتوبلاست مكانه هو المختلف في الثلاثه، يعني في البرو ماستيجوت موجود نير او كلوز تو ذا انتيريور اند، في الايبي ماستيجوت بيبقى الكاينيتوبلاست سنترال كلوز تو ذا نيوكليوس. تمام. التريبو ماستيجوت الكاينيتوبلاست بيبقى نير ذا بوستيريور اند، وفي التريبو ماستيجود والايبي ماستيجود الاثنين بيبقى ليهم انديوليتنج ميمبرين. قلنا عشان الفلاجيلا بتخرج من الكاينيتوبلاست وتيجي لازم تطلع من الانتيريور اند، فبتمشي تحت السيل ميمبرين وبتديني الانديوليتنج ميمبرين، بعد كده تخرج من الانتيريور اند. كانت الليشمانيا كانت موجوده في جسمي في شكل الاي ماستيجود وموجوده في الساند فلاي شكل البرو ماستيجود. تمام. الافريكان تريبانوسوما او تريبانوسوما بروساي كانت موجوده في الشكل التريبوماستيجوت بس جوه جسمي، وجوه جسم الفيكتور اللي هو الجلوستاينا كان موجوده في شكل الايبي ماستيجوت والشورت ستامبي تريبوماستيجوت. طيب ده اللي كان معانا في موديول البلاد. طب الامريكان تريبانوسوما او تريبانوسوما كروزي موجوده في اي شكل؟ في جسمي موجوده في شكلين، شكل اللونج سلندر تريبوماستيجوت والشكل الثاني الاي ماستيجوت. تمام. طب جوه الحشره موجوده في شكل ايبي ماستيجوت والشورت ستامبي اي تريبو ماستيجوت. يبقى الامريكان تريبانوسوما او تريبانوسوما كروزي موجوده في كام شكل؟ في ثلاث اشكال، اي ماستيجوت او ايبي ماستيجوت او تريبو ماستيجوت. تعالوا نتكلم على
اللايف سايكل قبل ما نشوف الايه المورفولوجي. اول حاجه الجيوغرافيكال ديستريبيوشن بتاع الحشره ديت، تمام، موجوده فين؟ يبقى البارازايت دي اللي هي اسمها الامريكان تريبانوسوما او تريبانوسوما كروزي موجوده في امريكا الجنوبيه، في قاره امريكا الجنوبيه ساوث امريكا، تمام. الهابيتات بتاعها هي التريبوماستيجوت موجود في البلاد بيهاجم الماكروفيج، تمام، يبقى دي البلاد، تمام. بعد ما يهاجم الماكروفيج بيروح يهاجم الريتيكول اندوثيليال سيستم وبيهاجم النيرفس تيشو وبيهاجم المسل سيلز. يبقى الهابيتات بتاعي عندي البلاد والريتيكول اندوثيليال سيستم والمسل سيلز والايه والنيرفس تيشو. طيب الاشكال اللي عندي جوه جسمي من التريبانسوما كروزي هم اثنين، التريبوماستيجوت والاي ماستيجوت. طيب هو ليه في اي ماستيجوت؟ لان التريبوماستيجوت بتاع التريبانسوما كروزي ما يعرفش يعمل مالتيبليكيشن، ما يعرفش يكتر في العدد، تمام، فسهل قوي جهاز المناعه يكسره، فعشان يكتر في العدد ويستخبى من جهاز المناعه بيعمل انفيجن للسيلز بتاعت الريتيكول اندوثيليال سيلز او المسل سيلز او النيرفس تيشو، ويبتدي يتحول جواها من تريبوماستيجوت الى اي ماستيجوت، وبعد ما يتحول الى اي ماستيجوت يبتدي الاي ماستيجوت تعمل مالتيبليكيشن، بعد كده تفرقع وتحول تاني الاي ماستيجوت الى تريبوماستيجوت، تريبوماستيجوت يبتدي يعوم في الليمف او في البلط، بعد كده يهاجم خلايا تانية وهكذا، تمام. طيب الديفينيتيف هوست هو الهيومن، الريسيرفوار هوست مجموعه من الحيوانات، يعني منهم الحيوانات الدوميستيك زي الكاتس والدوجز، تمام، ومنهم حيوانات وايلد انيمال زي مثلا الارماديلو، ده حيوان موجود في قاره امريكا الجنوبيه، والاوبوسوم، حيوان الاوبوسوم، تمام، وبعض الحيوانات الثانيه. يعني انا لسه قايل لك ان هي كانت موجوده برضو في ايه، اكتشفها في قرد، تمام، نوع من انواع القرود. اوكي طيب الفيكتور اللي عندي قلنا كل الهيموفلاجيليتس كان لهم حشره بتنقلهم، بتعتبر انترميديت هوست، والانترميديت هوست لما يبقى حشره بنقول له ايه، بنقول عليه فيكتور. نوع من انواع البج اسمه الترياتوما بج او الكيسنج بج، تمام. الترياتوما بج دي نوع من انواع البجز غير السايمكس بج. السايمكس بج اللي خدناها في موديول الجنرال حاجه، والترياتوما بج كمورفولوجي حاجه تانية خالص. يبقى الفيكتور بتاعي او الانترميديت هوست هو الترياتوما ايه، هو الترياتوما بج. الانفكتيف ستيج هو مين؟ هو برضو زي الافريكان تريبانوسوما انفكتيف ستيج اللي هو الشورت ستامبي ميتاسايكليك تريبو ماستيك. طب الدياجنوستيك ستيج، الدياجنوستيك ستيج عندنا هنا تو ستيج في جسمي ممكن اشخص بيهم. لو خدت عينه من البلط هلاقي اللونج سلندر اللي هو المونومورفيك تريبو ماستيجوت. طب لو خدت عينه من المسل او خدت عينه من النيرفس تيشو او خدت عينه من الريتيكول اندوثيليال تيشو هلاقي مين؟ هلاقي الاي ماستيجوت. فكده انا عندي الدياجنوستيك ستيج يا اما المونومورفيك تريبو ماستيجوت يا اما الاي ماستيجوت، ده سواء بقى في الليمف نود بايوبسي او بون مارو ايه او بون مارو بايوبسي، تمام. طيب لو جينا بصينا على المود اوف ترانسميشن هنلاقي ان الترياتوما ديت وهي بتقرص، تمام، مش بتحقن الانفكتيف ستيج في البايت ووند، لا، لو هي بتاكل بلاد مني، بتاخد وجبه بلاد مني او من الانيمال، هي بتعمل ديفيكيشن، بتنزل الستول، تمام. فالانفكتيف ستيج الشورت ستامبي ميتاسايكليك تريبوماستيجوت ده بينزل لي مع الستول بتاع الترياتوما بج جنب السايت اوف بايت ووند. يعني وهي مثلا بتاكل هنا مثلا جنب مناخيري بتعمل مثلا ايه ديفيكيشن بتعمل ديفيكيشن. يعني لو هي مثلا حشره ايه، تمام، لو هي بتاكل هنا وقعدت نص بلاد، هي مش هتحقن في البايت ووند الانفكتيف ستيج، لا، ده هي هتنزل الانفكتيف ستيج في الفيسس بتاعتها. طيب تتنقل ازاي؟ بيقول لك اسمها كيسنج باج لان هي دايما بتحب تقرص في الميكوكوتينيوس جانكشن، يعني في الاوتر ليب مارجن او في الاوتر كانسس. فهي لو انا عندي مثلا العين هنا اهي، تمام، وادي السايت اوف بايت، وادي الديفيكيشن او الاستول بتاعها، الفيسز بتاعتها اللي هي جواها الايه، جواها الانفكتيف ستيج. ف
فالبايت ووند ده الريتيشن، فالطفل مثلا وهو صاحي من النوم هيدعك عينه، فياخد الفيسز ديت يعمل بيها كونتامينيشن للبايت ووند او يعمل بيها كونتامينيشن للكونجنكتيفا. ففي كلتا الحالتين الشورت ستامبي ميتاسايكل تريبوماستيجود هيخش جوه ايه، خلال البايت ووند او خلال الميوكو الكونجنكتيفا او خلال بقى الماوس لو هي ايه، لو هي قريب القرصة قريبه من الايه من الماوس. وفي كلتا الحالتين يعمل بنتريشن للكونجنكتيفا او الميوكس ميمبرين او يخش خلال البايت ووند ويهاجم ويبتدي يتحول من شورت ستامبي الى المونومورفيك اللونج سلندر تريبوماستيجود، وبعد كده يبتدي يهاجم الايه، يهاجم الماكروفاج اللي في الماكروفاج اللي في الدم، وبعد ما يهاجم الماكروفاج اللي في الدم يبتدي يتحول الى اي ماستيجود، بعد ما يتحول الى اي ماستيجود يبتدي الاي ماستيجود تعمل مالتيبليكيشن تكتر في العدد، بعد كده الماكروفاج ترابشر، بعد ما ترابشر يطلع الاي ماستيجود يتحول الى تريبوماستيجود، التريبوماستيجود يمشي مع الدم او يعوم في الدم لحد ما يوصل للنيرفس تيشو او يوصل للماسل سيلز او يوصل للريتيكول اندوثيليال سيلز، وجواها برضه هيهاجمها ويتحول الى اي ماستيجود ويبتدي يتكاثر ويعمل مالتيبليكيشن ويربشر خلايا المسل ويربشر خلايا النيرفس تيشو ويربشر خلايا بتاعت الريتيكول اندوثيليال سيلز ويكتر في العدد، بعد كده ترابشر الخلايا دي يتحول الى ايه، يتحول الى مونومورفيك ماستيجود يسرح تاني في البلود. طيب لو جت ترياتوما قرصت الشخص العيان ده فهتاخد منه ايه؟ هتاخد منه المونومورفيك تريبو ماستيجود. طيب المونومورفيك تريبو ماستيجود هيروح فين؟ هيروح على على الايه، على الترياتوما بق. لما يروح على الترياتوما بق، لو قلنا دي الترياتوما اهي، ادي راسها اهي، تمام ماشي، وادي الامعاء بتاعتها، دي الفور جت ودي الميد جت اهي، وادي الايه الهايند جت، زي مثلا الاسوفيجس ماشي، زي عندنا دي الاستومك، زي عندنا ده الكولون، ده الفور جت، ده الميد جت، ده الايه الهايند جت. طب ايه اللي هيحصل؟ هي هتاخد اول حاجه من وجبه البلاد اللي خدتها من الشخص العيان دي، هتاخد المونومورفيك تريبوماستيجود، هيعدي في الفور جت عادي، يوصل الميد جت يتحول الى ايبي ماستيجود، يتحول الى ايبي ماستيجود تمام، والايبي ماستيجود يقعد يعمل مالتيبليكيشن. طب بعد شويه يبتدي الايبي ماستيجود يوصل للايه، للهايند جت، لما يوصل للهايند جت يتحول الانفكتيف ستيج اللي هو الشورت ستامبي ميتاسايكليك تريبو ماستيجود، ويدنه قاعد في الكولون. طب لما تروح الترياتوما دي تقرص، تاخد وجبه البلط وتعمل ايه، وتعمل فيسز، فتنزل لك الشورت ستامبي ميتاسايكليك تريبو ماستيجود في الفيسز وتعدي بني ادم تاني. يبقى تاني اللايف سايكل جوه جسمي انا هتعدي ازاي؟ هتعدي عن طريق البوستيريور ستيشن اللي هو الفيسز او ستيركوريريان يعني هتعديت بالستول بتاع الحشره تمام، سواء خلال كونتامينيتد بايت ووند او خلال الكونجنكتيفا او خلال الميوكس ممبرين، اي ميوكس ممبرين عندي تمام. طبعا ممكن اتعدي بقى حاجات رير بقى زي البلاد ترانسفيوجن، وممكن اتعدي اكسيدنتال في الايه في اللابوراتوريز. اوكي ايه اللي هيحصل؟ الشورت ستامبي متسايكليك هيوصل البلاد، هيتحول الى المونومورفيك اللي هو اللونج سلندر، اللونج سلندر هيهاجم الماكروفاج ويتحول جواها الى اي ماستيجود لحد ما يكتر في العدد، الاي ماستيجود يبتدي يكتر في العدد ويربشر الماكروفاج، بعد كده يرجع تاني بلاد، بعد كده يتحول الى مونومورفيك تريبوماستيجود، المونومورفيك تريبوماستيجود يهاجم الخلايا الثانيه وهكذا. مين اللي هياخد المونومورفيك تريبوماستيجود؟ نون انفكتد ترياتوما. جوه النون انفكتد ترياتوما المونومورفيك تريبوماستيجود هيمشي في الدايجستيف بقى تراكت بتاع الترياتوما، فهيتحول في الميد جت الى ايبي ماستيجود، الايبي ماستيجود يبتدي يعمل مالتيبليكيشن،
بعد كده يعدي على الهايند جات، يتحول من ابي ماستيجوت الى الانفكتيف ستيج اللي هي الشورت ستامبي بيتاسايكليك تريبو ماستيجوت، والترياتوما وهي بتاخد وجبه بلاد يبتدي يتحول لايه؟ يبتدي ينزل فين؟ ينزل في الفيسس، والفيسس تعديلي بني ادم تاني عن طريق بقى البايت وند، عن طريق الكونجكتيفا، عن طريق الميوكس ميمبر. طيب خلصنا من المورفولوجي نخش على خلصنا من اللايف سايكل نخش على الايه؟ المورفولوجي. المورفولوجي سهل ماشي، يعني حاجات احنا خدناها الموديول اللي فات. يعني مثلا لو قلت لك الاي ماستيجوت عليك اي ماستيجوت، فانت تغيير بس في العنوان ان هو تريبانسوما كروزي اي ماستيجوت، مش زي الليشمانيا كنا بنقول الليشمانيا اي ماستيجوت، لا هنا تريبانسوما كروزي اي ماستيجوت. فين؟ ان في الليشمانيا كنا واخدينه من سبرين سيكشن، لكن هنا احنا واخدينه من الهارت تيشو او الهارت ماسل او الكاردياك ماسل او من المايوكارديا، تمام سيكشن. يبقى لو جالك سلايد فيها اي ماستيجوت في الموديول ده تكتب لي تريبانسوما كروزي اي ماستيجوت ان هارت تيشو اي سيكشن. طبعا الكومنت انا عايز التو كاركتر من الاثنين دول، من الـ من الـ من الكومنتات اللي قدامك دي اللي هو احنا حافظينها المره اللي فاتت، راوندد اور اوفل تمام 2 3 مايكرون تمام، سنجل سفيريكال نيوكليس، كاينيتوبلاست قلنا كاينيتوبلاست عباره عن ايه؟ عباره عن برا بيزال بادي وبليفاروبلاست، عنده اكزونيم از بريزنت، الاكزونيم اهو، وما عندوش فري ايه؟ فري فلاجيل. يبقى الاي ماستيجوت تاني لو جالي هكتب تريبانسوما كروزي اي ماستيجوت ان هارت تيشو سيكشن، تمام اوفال اور راوندد 2 3 مايكرون سنجل فيزيكولار نيوكليس، في كاينيتوبلاست از بريزنت، اكزونيم از بريزنت، نو فري فلاجيل. طيب لو جالي تريبو ماستيجوت، الله طب ما تريبو ماستيجوت انا عارف اللي هو ايه؟ اللي هو زي بتاع الافريكان بس اختلافات بسيطه قوي. يعني اول حاجه مش هكتب تريبانسوما بورساي تريبو ماستيجوت، لا ده انا هكتب تريبانسوما كروزي تريبو ماستيجوت. الطول بتاعه 20 مايكرون ما يهمكش قوي، او انت مش دايما هتحفظ، مش هتحب تحفظ الارقام، بس الـ الواضح قوي ان هو سبندل شيب زي ما احنا عارفين، تمام سبندل سي شيب، مش هقول لك تريبانسوما كروزي سي مع السي اهي، دايما بياخد شكل حرف السي كده ماشي. نفس الكلام سنجل سنترال نيوكليس، اوكي كاينيتوبلاست كلوز تو ذا بوستيريور اند انديوليتنج ميمبرين او لونج انديوليتنج ميمبرين، بعد كده سنجل فري فلاجيلم، تمام فلاجيلم يعني واحده، فلاجيلا يعني كتير. طب الكاينيتوبلاست قصدي التريبانسوما كروزي ينفع افرقها من التريبانسوما بروساي؟ ممكن تفرقهم من الكاينيتوبلاست. الكاينيتوبلاست هنا كبير بروميننت، بيبقى واضح، بيبقى مصبوغ كانك حاطط نقطه زرقاء بقلم سبوره، لكن في التريبانسوما بروساي هتلاقي الكاينيتوبلاست كانه نقطه زرقاء بقلم فلوماستر او قلم جاف، اي قلم صغير ما بيبقاش بروميننت، تمام. يبقى تريبانسوما كروزاي او تريبانسوما كروزي تريبوماستيجوت 20 مايكرون في اللينس، سبندل سي شيب ويز بوينتد اند، سنجل سنترال نيوكليس، كاينيتوبلاست بيبقى بروميننت كلوز تو ذا بوستيريور اند، سنجل فري فلاجيلم، تمام لونج انديوليتنج ميمبر. تعال نبص على الايه، طبعا دي يعني ايه حاجه كروكي كده للسلايد اللي هتجي لك. السلايد اللي هتجي لك هيبقى فيها ار بي سيز، تمام زي ما اتعودنا على شكل الار بي سيز، تبقى كور بيربل تمام، والبارازايت السهم هتلاقيه مش هقول لك على بارازايت، البارازايت دي سبندل شيب وليها سنجل فري فلاجيلم وعندها بروميننت كاينيتوبلاست، تبقى سي شيب، ده هتكتب انها تريبانسوما كروزي تريبو ماستيجوت. دي بقى السلايد اللي هنمتحن عليها. السلايدز انا منزلك من كل عينه، يعني مثلا تريبو ماستيجوت في صورتين، الاي ماستيجوت ليها صورتين تمام. هناخد الحشره اللي هي اسمها ترياتوما دي برضو، بس دي ليها صوره واحده تمام، صوره تحت الميكروسكوب وصوره جروس كانك شايفها في الايه في البوكس. ايه المنظر ده؟ ادي المنظر، ادي الار بي سي اهي تمام، وادي السهم، مش هقول لك على بارازايت، بارازايت اهي سي شيب اهي
حرف السي اي. تمام، ايه ده؟ ده البروميننت كاينيتوبلاست، شايف شكله عامل ازاي؟ ودي النيوكليس ماشي، وادي الايه، وادي الفلاجين. يبقى ده مين؟ تيرانسوما كروزي تريبوماستيكو. اكتب كاركتر سبندل شيب، سبندل سي شيب، تمام، سنجل سنترال نيوكليس، كاينيتوبلاست بروميننت كاينيتوبلاست كلوز تو ذا بوستيريور اند، لونج انديليتنج ميمبرين، سنجل فري فلاجيلا. طيب ايه المنظر ده؟ نفس الكلام، ادي ار بي سي زي السهم، قلنا السهم كان بيشاور على باراسايت بره الايه الار بي سيز. ايه المنظر ده؟ سبندل سي شيب، تمام، بروميننت كاينيتوبلاست كلوز تو ذا بوستيريور اند، سنجل نيوكليس، انديوليتنج ميمبرين، سنجل فري اي فري فلاجيلا. اوكي، ادي التو سلايدز اللي احنا ايه هنشوفهم للتريبو ماستجود. طيب للاي ماستجود بقى، الاي ماستجود قلنا الاي ماستجود ده هيجي في سيكشن، فلازم يبقى فيه خلايا، خلاص قلنا اي سيكشن الخلفيه بتبقى فيها خلايا. دي خلايا ايه؟ دي خلايا كاردياك ماسل، او ده التشو، ده كاردياك تشو. ايه اللي مهاجم الكاردياك تشو؟ اهي، ايه ده؟ ايه المنظر ده؟ كور، تمام، مدوره او اوفال، راوندد او اوفال، وفيها نيوكليس اللي هي الدايره المكوره الزرقاء ديت، وخط كده بالعرض. ايه كل الكور دي؟ دي ودي لك اللي باين اهي، ودي ايه؟ دول دول الاي ماستجود. يبقى لما تجي لي السلايد ديت اكتب ايه؟ تريبانسوما كروزي اي ماستجود ان كاردياك تيشو سيكشن، عايز اوصف rounded or oval، تمام، 2 3 مايكرون، سنجل فيزيكولار نيوكليس او سنجل سفيريكال نيوكليس، كاينيتوبلاست اند اكزونيم ار بريزنت، نو فري فلاجيل. ده المنظر نفس السلايد بس من قريب، ليه؟ عشان اوريك الاي ماستجود ايه من شكل قريب. ادي النيوكليس، وادي الايه، وادي الكاينيتوبلاست. اوكي تمام كده، ودي المصل، دي مصل، هي مصل باندل في الايه، في الكاردياك تشو. طب ايه المنظر ده؟ ده المنظر ده من بعيد شويه، اللي هو ادي كاردياك تشو او كاردياك مصل تشو، تمام. وايه ده؟ ايه الدوائر؟ الدوائر اللي جواها نقطه ديت ديت وديت، كل اللي بشار عليه السهم ده، ده ايه؟ ده الاي ماستجود. يبقى لو جاي المنظر ده اكتب عليه ايه؟ تريبانسوما كروزي اي ماستجود ان هارت ماسل اي سيكشن، واكتب الايه؟ اي تو كاركتر من اللي احنا لسه ايه؟ لسه قايلين. طيب الحشره اللي هي اسمها ترياتوما بج، لو ده منظرها في على الطبيعه مش تحت الميكروسكوب ولا حاجه، خلاص شكلها جروس كانها جايه لك في بوكس. اوكي، فهكتب هتكتب عليها ايه؟ ترياتوما ادلت بج. هي يعني حجمها زي حجم الصرصار كده تقريبا، من 1 ل 3 سنتي، تمام، الوانها زي ما انت شايف برايت كلر. بما انها برج فهي بتتكون برضو من هيد وسوركس وايه وابدوم. تعال بص على الهيد، هتلاقيها كون، كون يعني مخروطي، يعني هتلاقي الراس عريضه وطالع لك عامله كده، فبيقول عليها كون شيب، تمام. وادي تو بروميننت ايز، عندها عينين، تو بروميننت كومباوند ايه، تو بروميننت كومباوند ايز، دي انتنا، وان بير اوف ايه انتنا، المفروض ان ده البروبوزس. هو البروبوزس بتاعها بيبقى لونج بروبوزس بس بيتني تحت الايه، تحت الجسم، فبنقول عليه لونج بروبوزس بنت اندر ذا ايه، ذهب. اوكي، يبقى احنا خلصنا من الهيد، الهيد شكلها عامل ازاي، كون شيب، العيون بتاعتها تو بروميننت ايز، وان بير اوف انتنا، لونج بروبوزس بنت اندر نيست ايه، ذهب، او تحت الايه. السوركس قلنا اي بج عندي فالسوركس بتاعها طالع منها 2 بيرز اوف وينجز زي ما قلنا المره اللي فاتت، و 3 بيرز اوف ايه اوف ليجز. هنا طالع من السوركس 3 بيرز اوف ليجز، ادي 1 2 3، والناحيه الثانيه نفس الكلام 1 2 3، تمام. طيب الجناحات بقى، بيقول لك 2 بيرز اوف ايه اوف كومبليت وينجز، شبه الصرصار يعني، شبه الجناحات بتاعت الصرصار. الفور بير يعني الجزء الاولاني بيبقى البيس بتاعته كايتينايز، بتبقى ناشفه، تمام، والجزء الديستال اللي هو بعيد عن
السوركس اللي هو مغطي الابدومين بيبقى ممبرينوس، ده الايه؟ ده الجناحات الاماميه. طب الجناحات الخلفيه؟ لا، بتبقى كلها ممبرينوس وشفافه. تمام. طب الابدومين، الابدومين متقسم سيجمنتد برضو، تمام؟ سيجمنتد متكون يعني متكون من كام سيجمنت؟ متكون من 8 سيجمنت، تمام؟ والبوردر زي ما انت شايف كده تحس انها مبططه، فبتديك كانها مسنونه، شارب، بيقولوا عليها شارب بوردرز او فلات بوردرز، تمام؟ وطبعا الابدومين زي ما انت شايف كبرد ايه؟ ويز وينجز. طب هل ده في الطبيعي؟ لا، ده وهي ايه؟ وهي واقفه ما بتطيرش. اوكي، يبقى الترياتوما ادلت بج هي عباره عن ايه؟ عباره عن حشره شبه الصرصار شويه، بس راسها بيبقى كون شيب، عندها تو برومينانت ايز، عندها وان بير اوف انتنا، عندها لونج بروبوزس بنت اندر ذا ايه؟ ذا هيد. الثوركس طالع منه 3 بيرز اوف ليجز، 2 بيرز اوف وينجز. الابدومين سيجمنتد، مكون من 8 سيجمنت ويز شارب بوردرز كفرد ويز ايه؟ ويز ذا وينجز ات اترست. ايه المنظر ده؟ ده السلايد تحت الديسكتنج مايكروسكوب، دي زي السلايد اللي عندنا بالظبط. ادي الرجول، ادي 1 2، تمام، 3، لا دي 3 اهي، تمام، ادي 1 2 3، وادي البروبوزس، ماشي، بس هو باين قوي ان هو ايه بيتني تحت الهيد. وادي الانتنا، وان بير اوف ايه؟ اوف انتنا. ولو بصيت كده هتلاقي الوينجز هي ممبرينوس، يبقى ديت الفور، قصدي الهايند وينجز، الوينجز اللي موجوده ورا، تمام. المنظر ده بيفكرك بايه؟ بيفكرك شبه الصرصار قوي، حتى انتوا بتحفظوا انها شبه الصرصار. ادي الايز اهي، تمام. يبقى لو ده سلايد فيها حشره، الحشره الوحيده اللي عندك هي الترياتوما بج، هيجي لك المنظر ده، هتقول عليها ترياتوما ادلت بج، تمام، من 2 ل 3 سنتي او 1 ل 3 سنتي. With bright color, the head cone-shaped, two prominent eyes, one pair of antenna, long proboscis bent under the head, the thorax طالع منه 3 pairs of legs, 2 pairs of complete wings, تمام، wings كاملة. Okay. The abdomen segmented, formed of 8 segment, تمام، covered by the wings at a interest. يبقى الامتحان انا عايز منه ايه؟ انا عايز من السلايد بتاعت التريبو ماستيجوت، اللي هي تريبانسوما كروزي تريبو ماستيجوت، تريبانسوما كروزي اي ماستيجوت ان تيشو ان كاردياك تيشو سيكشن، الترياتوما ادلت بج. دول السلايدز اللي هتبقى عليكم في امتحان العملي البار الموديول دول. هيبقى مطلوب منك الاسم زي ما انا كاتبه، وايه، وتو كاركتر. لو في اي استفسار بخصوص السكشن يا ريت تبعتولي على الخاص او تكتبولي في كومنتات جروب. شكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.